بلاتي دابا غنبدا واحد البث المباشر. السلام عليكم بلاتي. بلاتي غنبدا واحد البث مباشر. مرحبا. يا خويا مرحبا مرحبا. إذا الإخوان هذا بث مباشر من عين المكان كما كتشوفوا ولله الحمد. يعني حاسس الله يقضيها الله. هادو معلومات مهمة غنحطوهم. غيكون هذا آخر بث مباشر اليوم. آخر بث مباشر. ممكن الإخوان تفتحوا شوية باش يبانوا للناس الكرياج باش يبان كيفاش خدمنا. حيدوا الاخوان الله يكرمكم. حاولوا اخوان كما كتشوفوا كما كتشوفوا الاخوان ها هو الحمد لله كاين الكرياج اليوم ها ولا دابا عندنا الكرياج. اول مشكل اللي ما غيكونش غدا هو هنا غتكون فيه عشرات الناس بالجيليات فقط ما يبقاش مازال بزاف ديال الناس متطوعين جزاهم الله خيرا يدخلوا وسط الكرياج. مزيانه هذه تصفيقات عليها الاخوان. ثاني مشكل كنعانيوا منه الاخوان وتخوفنا منه هو شي واحد يقولوا الاخوان الله يحفظك دوك كاين شي واحد ربان صابا لا ما نقولش الصابا لا شوف لا ما نقولش الصابا هذوك الناس يفقوا على موجه حنا الحمد لله راه حنا فتناهم والخير موجود هذوك راه مشى عندهم وعرفناهم انا براسي حطيت لهم السلعه ومني تنسول ما لقيتش امين جيت قلبت عليه تا قال لي امين احنا هنايا من ديك المرأة سميتو بقات المسيرة وراه صيفطنا الدراري تيعلموا الناس. واش دابا السي الحاج حنا الاشكال اللي تشاوروا معاك السي امين حنا ما بغينا والو غير تشاوروا معاك يجيو بحال ما هكا بحال الناس الاخرين اللي جاو قال لك حنا حتى محتاجين المعاونة محتاجين سميتو ونعطيوهم. يجيو يشرجوا من هنايا يعني الخوت شنو وقع لينا حنا؟ شوف حنا شنو وقع لينا؟ نظرا لأن الناس تفاعلوا معنا بزاف جاو بزاف ديال الطونوبيلات. هذيك الرومبوا ولا عليه واحد البلوكاج كبير السلطه تدخلوا قال لك الله يجازيك بخير حاول تبعد لشي تسع قررنا نجيو للتسع كما كتشوفوا ها هو حنا دابا في التسع سي جينا للتسع الحمد لله ملي جينا للتسع الحمد لله السلطه ايضا ها هي قوات المساعده حاضرين السيد القائد جزاه الله خيرا الناس ديال الجماعه ايضا مشكورين كل يعني جابوا لنا الكرياج جابوا الضواو جزاهم الله خير يعني الامور غاده سلسه ولكن كتفاجئوا من اللي كنا غاديين تما كنلقاو الناس كتجيب مساعدات في نفس المكان اللي كنا درنا في اللايف الاول الخوت اللي بارطاجاو اللايف الاول ديال لوكاليزاسيون فين واقفين في مدينه مراكش وكنجمعوا القوافل وكنصيفطوها للجبال كنقول لكم بارطاجيو هذا اللايف لانه شنو وقع اللايف الاول شافوه الناس بزاف كلنا راه قدام الاسميتو قدام قصر الشريفيه كنت كنقول لكم قدام قصر الشريفيه ما فين جينا هكا كيجيو الناس كيحطوا كيبان لهم كاميون حلول كيبداو يكبوا ها الخبز ها الفرماجه هادي كنتفاجئ انا غادي كنلقى كاميون شارج ملي هبطت ناقش مع دوك الناس لقيتهم قال لك حتى حنا راه كنتساعدوا جمعيه قلت لهم الله يسخر ولكن الاشكال اللي كاين هو ما علمتونيش ما عرفتش واش انا عاود ملي الناس سمعوني تناقش معاهم قال لك اودي حنا كنعرفوك انت دابا انا كنقول للناس اللي كيقول لك كنعرفوك انت خويا انا الا عطيتي شي مساله انطلاقا من اليوم في ديك الرومبوا ديال الشريفيه فانا لست مسؤولا عنها مزيان الاخوان الله يجازيكم بخير بارطاجيو هذه المعلومه الاخوان بارطاجيوها باش تمشي القافله مزيان باش ما نفتحوش المجال شي ناس سيئين النيه ماشي كنقول كاع الناس خايبين ولكن كاين الناس اللي كيستغلوا بحال هادشي القاطع سي امين المشكل هو انه سي امين التضاريس ديال المنطقه عارفهم وتيعرف الناس تاعهم ويعني هذاك الشيء اللي مطلعوه كل واحد غادي يعطيه لا داك الرزق اللي هو جا وتيعرف لانه هذاك السيد الى عطاه راه بيوصل هذوك الناس في الفوق لانه يب البغال ويب كذا راكم شفتوا بعض اللايف هز الياجور فوق داره وكذا لان الانسان راه دارس المنطقه فهمتيني هذا هو اللي كذا ونتمناو الله الخير وراه باقي هذا الباب مفتوح للاخوان تماما عنده شي حوايج اللي عنده شي حويجات للدراري الصغار الله يجزيكم بخير يجيبهم هنا اللي عنده شي فراش يجيبوا لنا تمشي لها فراشها اللي عنده شي مانطات يجيبهم حنا ما تنقولوش يجيبوا لنا جديد ولا كذا اللي على قياسه اللي على قياسه شوفوا الاخوان باش نوريو الناس الساحه تبارك الله كي ولات بلاتي الاخوان ها انتم شوفوا الاخوان بلاتي الاخوان بس توضحوا حيدوا باش يشوفوا الناس دابا حاليا الاخوان الناس اللي غتولي تجي ما تعطيش المساعدات حدا القدرون او لا على برا خاصك تجي حتى للكرياج هنا غاتجي حتى للكرياج يعني غتلقى هنايا الكرياج مكاين غتلقى القوات المساعده حاضرين ايضا جزاهم الله خيرا غتلقى الشباب بلاتي الاخوان باش يبانوا الناس الكرياج بلاتي باش يبان الناس الكرياج الله يكرمكم غتلقى الكرياج هنا فين غتحط المساعده ها فين كيتحطوا ملي كيتحطوا المساعدات هنا كنشوفوا حنا الناس اللي متطوعين في صحاب الترونسبور ها هما راه واقفين بحالها
كتلقى كاميو كتلقى كاميو تما مول الطوموبيل. يعني كنجيو حنا كنشارجيو كنجيو حنا كنشارجيو ملي كنشارجيو كنعطيو رئيس جمعيه ديال دوار معين وكيمشي كيفرق المساعد. يعني هذه هي الخطه. كاين شي اضافه اخرى نسيتها بالنسبه للتعاود لوكاليزي بالضبط؟ علاش السيد فينا واحد السيد الله جا من الصحراء مسكين وجا تقول لي ميم واد نون يعني شحال كيلومتر من هنا جيتي؟ صرفيت شي تحيه للاخوان شي تصفيقات على السيد يعني خاصني نقول يعني خاصني نعاود نقول للناس هذا هو الموقع. شوف الخوت الله يرحم لكم الوالدين كنطلبكم اليوم تبارطاجيو هذا الفيديو لانه فيه واحد المعلومه اللي هي مهمه بزاف. راه جايين الناس ذاك الفيديو اللي بارطاجيتو في الاول راه شافوا بزاف الناس وجايين وفين جايين؟ جايين الرومبوا وحنا ما بقيناش في الرومبوا ديال الشريفيه. زدنا غير واحد 500 متر راه زدنا واحد 500 متر طريق امزميز غدور على 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 اليمن ديالك غتلقانا في سميتو هنا اوطيل البلدي غتلقانا وهنا. الى عطيتي شي حاجه في الرومبوا ديال الشريفيه فنحن لسنا مسؤولين عليها. راه غتلقى كاميو تما محطوط ولكن راه ماشي ديالنا. بارطاجيو الدراري ديال مراكش الناس اللي فعلوا البارطاج وبارطاجوا الفيديو في الجروبات راه كاين اشكال. الناس كتشارجي تما من طرف ناس الناس كتجيبها على اساس انه عاطينا حنا هاد الحوايج ولا هاد الخبز غنديو لدوك الناس معنيين ولكن حنا ليس في علمنا. فهمتوني؟ بالنسبه للوقت الامين اللي كيجي الناس بلاتي انطلاقا غدا ان شاء الله من الصباح. دابا حنا هنا غايجيبوا مساعدات هنايا بلاتي. نعم اخويا العزيز دابا اللي كاين اخر قافله ديال اليوم اخر قافله هو اغونديس. اغونديس فينا هو اغونديس؟ اغونديس اغونديس اه وفينا هو اغونديس والدراري ديال اغونديس حتى وقت كنصورك حتى دارك الجو صافي خير ان شاء الله. اخوان ها هو الدري هذا من اغونديس. اخوان اغونديس راه تابع لثلاثني يعقوب لا قياده ثلاثني يعقوب جماعه ديال الجوكر. هذا اغونديس هذا حفرنا فيه بير في ايت ايوب بفضل الله ثم المحسنين وحفرنا بير ايضا في اقردا وهاد الناس حدا هاد المنطقه. يعني هاد الناس هادو حاصلين ومحتاجين للخبز. داك الشيء علاش هذا غنعطيو دابا 10 طوموبيلات الله يجازيك بخير. غتمشي لديك المنطقة غتواصل مع الناس ديالك قول لهم ثلاثة السوايع غنوصلوا يجيبوا البغال ويجيبوا الحمير ويبداو يشارجوا مزيان الإخوان صافي. غير غدا الصباح دابا غيشارجيو غيوصلوا الناس المشكل الله يرحمه غيوصلوا حيت دابا الناس مشارجين. غتمشي حتى لديك النقطة اللي محاصرة غتحط فيها السلعه ديالك غتعيط للدراري هبط صافي. انا معاك انا معاك. نعم اخويا العزيز انا غنشوفها انا غنحبس الفيديو ولكن قبل ما نحبس الفيديو غنصيفط اقول لها تعطيني خمسه دقائق صافي خمسه. اجي اخويا اجي فينا هو الدري الاخر اللي قال لك شارجينا الطوموبيلات؟ لا لا الدري اللي قال لك شارجينا الطوموبيلات فينا هو؟ الدري اللي معايا اللي كيقول لك راه شارجينا الطوموبيل. شوف الطوموبيل اللي مشارجي قال لك هو السيمو مشى عندو ولاد السيمو قال لك مشى غادي يجي لنا شي حاجه. اجي فينا ما الطوموبيل اللي شارجا وفينا ما عارف هو مشى يجيبو من هنا ياك بلاتي عندنا الفراش عندنا الفراش ياك الله يحفظك في الاخرى الله يجازيك بخير. شوف دابا في هذا القافله الله يحميك الوالد هذه غتعطينا شي طوموبيل اخرى واخا شي طوموبيل عامره نعم باش نشدو الدوار الاخرين ما نوصلهمش صافي هذا قول بلاتي ورينا اللي بغيتي ديما غادي السيمو اخي العزيز. نعم اخي العزيز اخوان هذا السيد هذا الله يجازيكم بخير غدا نقدر ما نكونش ولكن هو سيسهر على تجميع المساعدات الغذائيه. الحاجه اللي غنضمن لكم هو ان ما غيخرج حتى شي حاجه الا ما وافقتش عليها فين غتمشي ياك مزيان هذا الشيء فقط. هذا السيد غيبقى ينظم يعني الاخوان غدا غتبداو تصنتوا لهذا السيد هذا الله يكرمكم الا ما كنت انا وغيتعينوا 10 الدراري من انطلاقا منه هو يلبسهم جيليات. اخوان الله يجازيكم بخير مساعدات غذائيه غتوقف هنا صافي. نعم اخويا نعم 10 ما غاديش يقدو
10 الناس 20 صافي هذا الحج 10 صفراء و10 حمراء حكي لواحد عرفتي قويه شحال كانت الناس لا غادي نتمو داكشي حيت كان داكشي ملو ان شاء الله كلشي غادي يدوز صافي خير حسن انا جر الله الله تيوقف فيها وهذه المبادره ديالكم الحمد لله راه تتفرح الله يرحمه فهمتيني الله يرحمه صافي شفت معايا ديك السيده اذا كان ممكن امين خرج ليا من هنا انا غنخرج دابا بارك الدراري الله يرحم والديك لا تعافكم الله يرحم لكم الوالدين بيتكم تعاونوني لله اللي حشي قاعد دابا بنازين جايين شي حوايج وعمرنا هنا بالزبل عاود لا دابا هو دابا حيت كاين حوايج الله نبداو من دابا بلاتي الاخوان غيبقى عندي سؤال واحد الاخوان الله يحفظكم ونناقشوا معكم في هذا الليل دابا غتكون السلعه غتكون السلعة سمعوا الإخوان والإخوان سمع جايين شي رموكات ديال السلعة صمتوا لي مزيان ها هو واحد الرموك جاي دابا غتشوفوا دابا السلعة الإخوان غنبغيو نحطوها هنا حتى الصباح كي غنديروا في الحراسة ديالها يا ماشي كلنا حنا لا كان جوج امين هني راسك من هذه الهضره هذاك الشيء صافي نعرفك انت على السبع تحيه السبع اخر قافله ماشي اخر قافله كندوي على اليوم ها هو هذا الكاميو راه غيمشي راه حنا متاحين اليوم بزاف امين انا غنحيد لك السبع حيدوا السبع دوا معاكم حيد بلا السيده السيده والله امين هد في اللايف هانطفي اللايف بلاتي بلاتي انا ما غنبينهاش بلاتي ما غنبينهاش ما غتبانيش اختها واحد والله غير هضر معاك صافي سير سير لا ما غاتبانيش واخا نشوفوا دابا اخوان دابا جوج الناس عندهم جوج ديال الترونسبورات عامرين بالساعه ياك خاصنا نزيدو حنا واحد واخا خير ان شاء الله اذا الاخوان الله يجازيكم بخير غتبارطاجيو هذا اللايف الى هنا انتهت المعلومه اللوكاليزاسيون راه قلت لكم ما بقاتش نفسها حاولوا تجيو باش ما نفسحوش المجال ها كنوضحوا الامور تحياتي لكم واللي وصلوا الفيديو كاملين كتفرج بينا دابا 21000 في المباشر غدير ليها بارطاجي ما خاسر والو بهذه الطريقه غتساهم في الخير وغنأطروا الناس هنا كاين جمعيات ديال المجتمع المدني كاين اغونديس كاين ايت حدويوس كاين مولاي ابراهيم كاين هادو اجيال تينغري كاين تارودانت غدا غنخدموا على تارودانت غنخدموا على تيزينتاس لذلك الاخوان حنا عرفتي اش كنديروا هنا فقط كنأطروا القوافل باش ما يمشيوش كلهم في دقه واحده لبلاصه واحده بارطاجيو الاخوان الدري عرفتي فين غادي عرفتو زيدنا بينا نمشيو مع زيدنا شي وحده نمشيو دابا غنزيدكم دابا يلا انا غندير الانهاء